حسيت وقصرت الثورة أنه مش ميشيل عون اللي بعرفه، أنه يستقبل الجماعة عمول لك حلي خلص، صار كربج كله وما عم بده يسمع لحدا وسلم كل شيء، كأنه الأخطاء كلها كانت قبل لأنه ما يسمع لجبران، سلم كل شيء لجبران. وأنا قلت خلي جبران الله يوفقه، عم بحكي أنه جبران على التليفون، أنا ما كنت بحياتي كنت مع جبران، يعني أنا مع ميشيل عون وأنا أكبر منه لجبران بالعمر، هو أكبر منه لأنه عنده كتلة عمل له هي حزب الله. بس أنا القصة وفي عم بحكي معه على التليفون بيقول لي إذا هيك بشوفك بعد كورونا، قلت له إذا هيك 60 سنة عليك وعلى الكورونا ويلا بخاطرك، وضلت وهي زيتها. وأنا يعني أول واحد حسيت قلل لك قيمة؟ نعم أكيد أكيد، أنا اللي بيقلل القيمة معي يعني بالنسبة لي بعده ما خلق، ومن يومتها قطعتها معه، وبس يحكي بحكي، وإذا وبس يسبوني يعني بسبوني. بس يحكي يعني هذا مثل تهديد؟ أكيد بس تحكي بحكي. شو بدك تحكي؟ يعني هو بحكي كده يعني شو بدي يعني؟ لا ما عندي أسرار، أنا بعرف كثير أمور عن كل رؤساء المرأة. أنا كنت مستشار مع فخامة الرئيس إيميل لاحوت بالقصر، بس ما حدا بيعرف لأنه أنا هيك متفق أنا وياه أنه ما حدا بيعرف، بس هلا عم أقول عندي في كثير ناس بيعرفوا، وبوزارة المالية بيعرفوا، أنا كل الكونتراتات اللي عملها بوزارة المالية مارقين، بدفع ضريبة كمحامي. أنا ما بعمل شيء غير قانوني الليجل. اللي عملته إنه أنا بعز الأزمة بعز كل شيء، وهو رئيس جمهورية تركته لأنه أنا ما انطرت هو يقول لي روح فل، بس هلقت أنا وصهره جمعتين ثلاثة شفته مساء قلت خلص برم ظهري وأنا فتحت النار، لأنه بلشوا يربوا يسبوا صرت سبهم، وصرت قلت له اللي بسبني بسبه. ايه بس انه هاي شو بتجيب نتيجه؟ ما بتقول خلص يعني انا ما بتختلف انت وياه بالسياسه؟ انه شو حتنفعك يعني بتطعمي خبز انه سبك سبيته؟ لا انه انا اذا ما سبوني شو بدي فيهم؟ مالي ومالهم؟ يعني انا هلا القاره العونيه كلها شلتها من دماغي خلص، بقى في شيء نظف دماغي، شو بدي فيهم؟ مالي ومالهم؟ شي شلت القاره العونيه نظف دماغك؟ ايه اكيد، لانه كله تخبيص. كون انا بعدين خبروني، كون انا على التلفزيون عم اتقتل انا واحد، تنقول بالجزيره انا واحد كرمال ميشيل عون، يكونوا قاعدين قد ميشيل عون عم بيسبوا فيي بالبيت ببيته. ومره قلت له انت بعت ناس على سوريا يحكوا فيي، قال لي لا، قلت له هيك قالوا لي السوريين، قالوا عني انا مقتل نص لبنان لانه كنت مع فلان، قال لي مش هالقد يا زلمه، قلت له جنرال هو معي ما تعملهم. وانا في كثير اشياء أنا وجنرال عون، بيموت هو بموت أنا وبتموت معنا. أنا ماني ولد. خليني واقف عند هالنقطة، أنت مقتل نص لبنان، هو بعتوا ناس لفوق أنه هذا يعني أنا عملت له براد، اخترعت له مرمرون وبراد. أنت قتل حدا؟ لا هلا فت مع أغلبية الأحزاب بلبنان. لا مش قالي لا، والسياسية بلبنان كلهم يعني أغلبيتهم في دم برقبتهم. هلا منفهم إنه لأنه كانت أيام حرب ودفاع عن النفس وخبار كتير، بس أنت ما فت بالمجازر اللي صارت. أنا ما كنت صبرة شريتي، لا أنا كنت رئيس جهاز أمن، كنت مسؤول عن بكفية من بعد استشهاد الشيخ بشير، كمان بقينا بيت الشيخ بيير عم يتقبل تعازي، بقيت حده يومين ثلاثة كانوا خلصوا مجازر صبرا وشتيلة. مجزرة اهدين أنا ما شاركت فيها، أنا كنت مسلم متن الشمالي، كنت مسؤول عن منطقة المتن، أنا رئيس فرنجية وخبرته هي لسليمان باك. وقت مرة رئيس فرنجية ومعه سليمان باك، نحن كان مركزنا قدام، كان في مطعم بأنطلياس اسمه هيجل أند جيجل، كان في وراء حد منه سوق خضرة، نحن كان في عنا نقطة هونيك على طول دائمة، نحن كنا مأمنين كل الطريق للرئيس فرنجية لوصل عصغرته، عارفين كل شيء. بس نحن أنا بيي وعينا بالبيت بيي صوره هو رئيس فرنجية.